لو بنا نتوقف مع فضيلة الشيخ عصام. شيخنا، تعليقك على هذا الإجراء الذي اتخذ من قبل المملكة العربية السعودية باعتراف وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بهذه النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. والإجراء اتخذ، سحب النسخ يعني؟ ايوه. طيب، يعني كان من الأول، اولا من البداية، ان يتم مراجعة الامر على مختصين باللغة العبرية من أصحاب التخصص الإسلامي، وأن يراجع وراء هذا الأمر اللي في النهاية ترجمة تحت مجمع الملك فهد للقرآن الكريم، ويتبع دولة عربية مسلمة كالمملكة العربية السعودية كان عليها التدقيق في هذا الأمر. نعم. لأن القرآن الكريم لا يعني يجوز لأي حال الإنسان بأي حال من الأحوال الاقتراب من ترجمة معاني ترجمة تتعارض مع ثوابته وأصوله. نعم. خاصة هذه العبارات واضح أنها متعمدة، مش ممكن أبدا أكون جايب الخطأ، يعني مش واحد مش سال اسم سيدنا محمد ولا كاتب المسجد الأقصى بالهيكل مقابل معروف مسجد الأقصى، كلمة الأقصى أقصى في كل حتة، قدس قدس في كل اللغة بالمناسبة يعني. نعم. القرآن الكريم هو القرآن الكريم، ذا هو القرآن بالإنجليزي، قرآن كريم في أي مكان. يعني ميزة اللغات في التعامل مع المصطلحات الإسلامية أنها توضع كمصطلحات، جزية جزية، جهاد جهاد، زكاة زكاة، لا تتغير يعني، صلاة صلاة، يعني قليل جدا يترجم إلى معنى، لكن في النهاية نفس المعنى الذي يؤدى به في اللغة. نعم. في التركية النماز، في الإنجليزي براي، في الصوم، المهم في النهاية المعنى الذي يؤدي المعنى كلمة الصوم، حتى لو تغير الصوم أو الكلمة لا ترجمة، فالترجمة للمعنى الذي يتناسب معها ويساويها تماما في اللغة المترجم إليها. نعم. أذكر أن شيخنا الشيخ القرضاوي كان إذا طلب إليه أحد أن يترجم كتابا من كتبه كان يشترط أن يترجم له في اللغة التي ستترجم إليها كتبه أقوى شخص موجود ويتقن لغته ومن أهل الأدب فيها، قال لإني ويكون مع الأدب متخصص في اللي يترجمه. نعم. فمرة سألته ليه ما أي حد بيترجم، قال لي لا، قال لي أنت النهاردة لو هترجم لسيد قطب، سيد قطب في اللغة العربية أديب، فلو ترجم له واحد الإنجليزي مش أديب، طب هيوصل معاني سيد قطب إزاي؟ أيوه. قال لي محمد الغزالي أديب كبير، اللي هيترجم له إذا ترجم له واحد مجرد الترجمة الحرفية، كلمة قبل الكلمة والمعنى قبل المعنى، أيوه، سيخل بالمعنى الذي يريده المؤلف، وهذا في كلام البشر. وده سبب اعتراض كثير من العلماء على ترجمة القرآن، لأن الترجمة للآيات مستحفة بتترجم المعاني. أيوة. فحتى كمان في المعاني هتحرف، دي كارثة. نعم. فلا، المسألة يعني طبعا ما أقدرش أقول يعني ده أمر تعلمه السلطات السعودية ولا لا، بتوجيه سياسي ولا لا، ما لكن التغيير بهذا الشكل لا يمكن يتم إلا إرضاء سياسي. طيب، يعني هو دلوقتي يا شيخنا كل الناس بتقول ان هذا الامر تم من المملكة العربية السعودية حتى يتناسب مع عقيدة اليهود وتحريف الترجمة ارضاء لليهود وارضاء للصهاينة، يعني في ظل لماذا يشعر كل الناس بهذا الامر في ظل السياق الحالي؟ لن يستغرب احد من ذلك. نعم. لان التقارب الشديد الان بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية اكيد سبقته او سبقه يعني اجراءات اخرى. نعم. طبعا لا دليل عندنا بالقطع ان هم قصدوا ده، لكن في شواهد تثير الشك والريبه. نعم، في شواهد تثير الشك والريبه. انتم وضعتوا نفسكم موضع الشك والريبه فاوردتم انفسكم موارد الغيبه. تمام. طيب شيخنا، يعني مثلا نسخه القران اللي تم ترجمتها للغه العبريه دي ودققتها ووافق عليها المجمع وكل الكلام ده كله، أكثر من 300 خطأ أغلبها أخطاء بالعقيدة، يعني أخطاء متعمدة في العقيدة، وإدخال الإسرائيليات المحرفة، وكمان استبدال اسم المسجد الأقصى بالهيكل الإسرائيلي. نعم، عشان كده قلت إيه، وإزالة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسم النبي إسماعيل. لذلك أنا بقول لحضرتك أن المسألة لا فيها تعمد في هذا الشكل. هل ده بعلم بأمر سياسي أم لا؟ ما عنديش يقين، لكن عندنا شكوك ترقى إلى الشك المبرر. نعم. الدلائل والقرائن التي تدل على ذلك نعم موجودة، محدش يقدر ينكرها.